الرئيس السيسي يصل كوت ديفوار ثالث محطات جولته الخارجية. الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار لتجنب معركة دموية في العاصمة الليبية. تريزا ماي توافق على مقترح أوروبي بتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أكتوبر المقبل. موجز انباء السادسه صباحا ياتيكم دوما من اكسترا نيوز. اهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي كوت ديفوار قادما من الولايات المتحده في ثالث محطات جولته الخارجيه. كان في استقبال الرئيس فور وصوله الى ابيجان نظيره الايفواري الحسن وترا وعدد من كبار المسؤولين في كوت ديفوار. وقد اكد المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه السفير بسام راضي ان جوله الرئيس الى غرب افريقيا تاتي في اطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع الدول الافريقيه ومواصلة تعزيز علاقاتها في مختلف المجالات. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا لتجنب معركة شاملة للسيطرة على العاصمة. وأشار الأمين العام إلى أن ليبيا تواجه وضعا في منتهى الخطورة، مناشدا الأطراف بوقف المعارك لإتاحة الفرصة لاستئناف المفاوضات السياسية. أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا وفاة 235 طفلا على مدار الأيام الماضية بمخيم الهول بمدينة الحسكة شرقي سوريا بسبب الوضع الكارثي بالمخيم. أضاف رئيس المركز فيكتور كوبيشيشن أن المخيم يعاني من نقص في الأدوية والغذاء إضافة إلى ظروف معيشية وصفها باللا إنسانية، داعيا المنظمات الدولية لاتخاذ خطوات لمساعدة وتخفيف معاناة اللاجئين في المخيم. أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مرسوما يحدد 4 يوليو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية. وقد أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد جايد صالح أن الجيش سيدعم الفترة الانتقالية. وشدد صالح في حديثه لعدد من ضباط الجيش في وهران على أنه مع انطلاق المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات فقد تم تسجيل ظهور محاولات لأطراف أجنبية لضرب استقرار البلاد وبث الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن المرحلة الحاسمة تقتضي من أبناء الشعب الجزائري التحلي بالوعي والفطنة من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج بالبلاد إلى بر الأمان. قبلت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عرضا أوروبيا بتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى 31 من أكتوبر لتجنب الخروج من دون اتفاق في الموعد الذي كان مقررا غدا الجمعة. وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك عبر حسابه على تويتر إن ماي وقادة الاتحاد اتفقوا على تمديد مهلة الخروج حتى ذلك الموعد، وتحتاج رئيسة الوزراء إلى وقت إضافي لإقناع مجلس العموم بالموافقة على اتفاق خروج بلادها من الاتحاد والذي تم إقراره مع قادة الاتحاد الأوروبي فيما رفضه مجلس العموم 3 مرات. بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.